وللحديث عن إمكانية تحويل ميليشيات الحشد إلى معسكرات خارج المدن وعدم شمول مدن الأنبار، صلاح الدين، نينوى، الموصل، ديالى بالقرار، معنا من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل. أستاذ بهاء، مرحبا بك. لماذا استثنيت هذه المدن التي ذكرتها الآن أنا قبل قليل من جعل الميليشيات خارجها وفق خطة حكومية تحدثت بها؟ نعم، في البداية تحية لحضرتك ولمشاهدي قناة طرف الدين. الحقيقة الرقعة الجغرافية لهذه المناطق تمثل أهمية كبرى لدى الجانب الإيراني، لأنها تكون حلقة وصل ما بين إيران وما بين باقي الدول التي تسيطر عليها إيران في سوريا ولبنان. لأن وجود هذه المناطق من جهة ديالى هي محاذية لإيران، ثم صلاح الدين في الوسط، وعلى الجانب السوري هنالك الأنبار والموصل. هذه المناطق تستخدمها، وجود الميليشيات في هذه المناطق تستخدمها إيران في نقل الأسلحة والمعدات لميليشياتها اللي موجودة في إيران. أيضا هنالك رغبة من إيران في إكمال ما يدعى بالهلال الشيعي في تلك المنطقة، لذلك هي المناطق تمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجانب الإيراني ولميليشياتها، فعليهم أن ينفذوا ما تطلبه إيران. لذلك من الصعب حاليا إخراج هذه الميليشيات من هذه المناطق، أو تتنازل إيران عن هذه المناطق، لأنها تمثل أهمية استراتيجية كبيرة مثل ما أسلفت. نعم. طيب سيد بهاء، يعني هل هذه الخطة من وجهة نظرك تراها واقعية، ممكن أن أو تستطيع الحكومة أن تنفذها؟ تستطيع أن تجبر الميليشيات على الخروج من المدن؟ تستطيع أن تجعل الميليشيات تسلم هذه المقرات العسكرية للقوات الحكومية والشرطة؟ ما مدى واقعية هذه الخطة؟ لا، بالتأكيد لا يمكن تنفيذ هذه الخطة، لأن الجميع يعلم بأن هذه الميليشيات لا تعتمر بأمرة الحكومة العراقية ولا بأمرة القائد العام للقوات المسلحة. الأوامر تأخذ هذه الميليشيات تأخذ أوامرها من طهران، بالتالي لا يمكن لأي حكومة إجبار هذه الميليشيات مع كل السلاح التي تمتلكه أن تجبرهم على الخروج من مقراتهم أو إخلاء هذه المناطق، لأن هذه المناطق مثل ما أسلفت فيها مثل أهمية استراتيجية بالنسبة لإيران، وبالتالي لا يمكن للحكومة إجبارهم. أيضا هنالك لو كان للحكومة القدرة على إجبار هذه الميليشيات على أن تخرج، هنالك قرى صغيرة تم احتلالها منذ فترة، تهجير سكانها في ديالى مثل نهر الإمام، لو كانت الحكومة قادرة أن تعيد مثلا سكان نهر الإمام فقط فلتفعل ذلك. هنالك عجز واضح من كل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ بداية إنشاء الميليشيات عام 2005 وحتى الآن. الميليشيات هي فوق سيطرة الحكومة كليا، ولا تعتمر أيضا بأمرة الحكومات أي إن كانت ولا بأمرة أي قائد عسكري. كل الميليشيات اللي موجودة هي تحت الأوامر الإيرانية وتحت تصرف إيران، لذلك الحكومة ليست لها القدرة على تجبر هذه الميليشيات على الخروج من هذه المناطق. طيب، يعني ما الداعي وما السبب لبقاء هذه الميليشيات أو ميليشيا الحشد وغيرها من الميليشيات في الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالى؟ ما الداعي أن تتحكم بالمدنيين داخل هذه المدن، وخاصة أن هذه المدن تحديدا شهدت عمليات تغيير ديموغرافي، شهدت عمليات اعتقالات بالجملة، شهدت عمليات تغييب، وكذلك شهدت مقابر جماعية؟ نعم، لذات السبب اللي ذكرته في البداية، وهنالك سبب آخر. يعني السبب الأول أيضا قلت لك أنه هي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لإيران. أما السبب الثاني فهنالك يعني طمع من الميليشيات بهذه المناطق. لا ننسى أن هنالك في الأيام المقبلة ستكون هنالك انتخابات مجالس محافظات، محاولة فرض الإرادة على سكنة تلك المناطق من أجل الحصول على مقدرات تلك المدن أو المحافظات من الميزانية العامة للدولة، هو هدف مهم بالنسبة للميليشيات في تلك المناطق. أيضا سيطرة الميليشيات على تلك المناطق باستمرارها بأخذ الأتاوات من الناس والسيطرة على كل شيء من مفاصل المحافظات، هذه يمثل وارد مادي كبير بالنسبة لهذه الميليشيات، يساعدها على تمشية أمورها المادية والعسكرية. يعني قلت لك هي تمثل أهمية كبرى، هذه المناطق أهمية كبرى سواء للميليشيات نفسها وتمثل أهمية لإيران، لذلك صعب جدا أن تتخلى بالسهولة عن هذه المناطق. طيب، عسكرة المجتمع أستاذ بهاء، يعني كيف يؤثر انعكاساته السلبية على المجتمع العراقي؟
احنا شفنا قبل فتره كانت هنالك انفجارات في مستودعات الذخيره لهذه الميليشيات. وجود التكنات العسكريه داخل المدن قوض اي عمليه من اجل احلال الامن في اي منطقه. هذه الميليشيات سبق لها ان اقتتلت فيما بينها اكثر من مره، وسبق ان حدثت حوادث كبيره من سوء تخزين السلاح وسوء تخزين العتاد وسقط ضحايا نتيجه الانفجار. ايضا هنالك استهدافات يتم استهداف هذه المقرات احيانا من قبل التحالف الدولي او من طائرات مجهوله، هذا كله يعني يؤثر على سكان المدنيين اللي موجودين في تلك المناطق. لا يمكن لدولة أن تدعي أنها تمتلك الأمن والأمان وهنالك ميليشيات لديها مقرات ومخازن سلاح وذخيرة موجودة داخل المدن وبين الأحياء السكنية وحتى في مدارس. في بعض المناطق هنالك مدارس تم استغلالها من أجل خزن الأسلحة اللي موجودة لدى هذه الميليشيات. لذلك من الصعب جدا أن تطلق على دولة أنها ذات أمن وأمان. كيف تنظر يعني أين يسير العراق في ضوء يعني إقرار قانون الخدمة والتقاعد لميليشيات الحشد، وكذلك هناك مشروع خطوات تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بهذه الميليشيا؟ إلى أين يسير العراق وخاصة مصير هذه المدن التي تتواجد بها الميليشيات؟ نعم، شوف هذه نفس الإجراءات اللي اتبعها نظام الخميني عام 79 بعد أن أسس الحرس الثوري، هي نفس الإجراءات. هذه الإجراءات لم تبدأ الآن، هذه الإجراءات بدأت منذ قرار بريمسي الصيت بحل الجيش العراقي، وبعدها دمج الجيش العراقي بدمج الميليشيات، ميليشيا بدر مع الجيش العراقي باعتبار أنهم كانوا مقاتلين ودمجهم، وجعل موضوع الرتب العسكرية توزع للقاصي والدالي منهم، بالتالي تم إضعاف المؤسسة العسكرية بهذه الطريقة. الآن محاولة خلق جيش مرادف له كل الامتيازات والحقوق الموازي للمؤسسة الأمنية الرسمية العسكرية، هذا يقوض يعني سلطة الجيش الرئيسية ويقلل من قدراتها، وبنفس الوقت يضعف امكانياتها. هذا هو ما تريده الميليشيات، دائما هم يريدون انه تكون الميليشيات هي اقوى من القوات المسلحه ايا كان، سواء الجيش او داخليه او باقي صنوف التشكيلات الامنيه. لذلك بداوا شيئا فشيئا باتخاذ القرارات من اجل اضعاف المؤسسه العسكريه وفي نفس الوقت تقويه الميليشيات. هذا الامر دمج الضباط وادخالهم في كليات عسكريه مع العلم هم لا يمتلكون ادنى رتب، وانما كل رتب هي وهميه وتم منحها لهم بعد دمج مع القوات الامنيه. هذا معناه انه المؤسسه العسكريه ستبدا شيئا فشيئا بالاضمحلال ويبقى فقط الميليشيات على وجه الساحه. من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.